كم من إنسان اليوم يفعل الذنوب والمعاصي وبنو آدم خطاؤون ويستره الله عز وجل، لكنه يأبى إلا أن يفضح نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة، شوف الأسلوب السيء عند بعض الناس، الله يستر وشوف يسوي، أن يعمل الرجل بالليل عملا ويصبح قد ستره ربه، يعني ما حد درى عنه، فعل معصية والله ستر عليه، فيقول لفلان، يشوف واحد من ربعه: لقد فعلت البارحة كذا وكذا. عيب، الله ستر عليك، ليش تفضح نفسك؟ يجاهر مستانس، يقول حق ربعه في الديوانية: ترى أنا سويت كذا وسافرت إلى المكان الفلاني وفعلت كذا. قال فيقول لفلان: قد فعلت البارحة كذا وكذا، قد ستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. كل أمتي معافى إلا هؤلاء المجاهرون الذين يفتخرون بمعاصيهم ويجاهرون بها. فالله عز وجل ستير، يستر على عباده ويحب الستر. علم النبي عن رجل اغتسل بالعراء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي ستير. الصحيح ستير وليس ستار، بعض الناس يقولون يا ستار أو يا ساتر، لا، اسم الله الصحيح ستير، قل يا ستير. قال: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. غريب أمر بعض الناس، الله يستر عليه وهو يفضح نفسه. كل إنسان يخطئ، نعم إحنا بشر، أنت تذنب، أنت إنسان في النهاية، استغفر وتب واستر على نفسك حتى ما كان يأتي يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعني يطبق الحد عليه، يقول: لو ستر على نفسه لستر الله عليه. استر على نفسك يا عبد الله، الله ستير، يحب الستر على عباده، ليس فقط في الدنيا يسترهم بل حتى في الآخرة. ينادي المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه ستره عليه، فيذكره بذنبه: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، يستره عن الناس. ولهذا كان إبراهيم الخليل يدعو ربه يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. فالستر يوم القيامة من أعظم النعم، فاسأل الله عز وجل الستر، فإنه ستير يحب الستر. خرج موسى عليه السلام مع قومه يستسقون المطر من السماء، قحط الناس يطلبون المطر فما نزل المطر، فأخبر الله عز وجل موسى: أن بينكم رجلا يبارزني بالمعصية، يعصيني كثيرا، ولهذا بسببه منعتم المطر من السماء، فاطلب منه أن يخرج من بينكم. فطلب موسى من هذا الرجل أن يخرج وما يعرف من، علم الرجل أنه المقصود، خاف الفضيحة وانتشار الخبر بين الناس، فأدخل رأسه في ثوبه وأخذ يبكي ويدعو الله جل وعلا، تاب، قال: رب إني تبت إليك فاسترني. فجأة نزل المطر بلا دعاء مرة ثانية. قال موسى: يا رب ما خرج أحد من الناس. قال: بسببه منعتم المطر وبسببه رزقتم المطر. كيف؟ قال: بتوبته. قال: ربي أخبرني من هو. قال: يا موسى سترته وهو يعصيني، أفأفضحه وهو يطيعني. الله هو الستير جل جلاله. ما تراه اليوم من الناس من معاصي، إما هم مجاهرين به أو قليل جدا يفضحهم الله جل وعلا. أكثر معاصي الناس مستورة، من الذي سترهم؟ الله الستير جل في علاه. جاء رجل في عهد عمر قبضوا عليه سارق، فلما أرادوا قطع يده قال: يا أمير المؤمنين، أول مرة أسرق بها. قال عمر: كذبت، فإن الله عز وجل لا يفضح من أول مرة. الله هو الستير. لما قطعت يده علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله، قال: يا فلان، أكانت سرقتك الأولى؟ قال: لا، سرقت مرارا. الله ما يفضح الناس، الله يحب الستر، إن الله ستير يحب الستر.